سينادو سكوير أو ميدان سينادو هو واحد من أشهر الأماكن اللي لازم تزورها لما تروح ماكاو، والإعلانات اليونسكو كموقع للتراث العالمي. الميدان بيرسم صورة جميلة للتراث الساحر لماكاو. الميدان مش فيه بس محلات ومطاعم ومكاتب، بل بالعكس فيه كمان مباني ملونة وحديقة وكمان نافورة. كل الحاجات دي بتزين المنطقة وتخليها جميلة جدا. المعروف ان الميدان مفتوح طول اليوم فور فري لكل الناس. في ايفنتات كبيرة وحفلات ومهرجانات اتعملت هناك كتير. حاول لما تزور المكان هناك زوره كمان بالليل، عشان خاطر الاضواء هناك بالليل شكلها تحفة. سيبكوا بقى يا جماعة تستمتعوا بالمكان بالليل والأضواء المبهرة اللي هناك. تنسوش تعملوا بقى سبسكرايب للقناة بتاعتنا وتعملوا لايك وشير للفيديو. شكراً.